الحقيقة يمكن من أهم الأشياء اللي تكلم عنها شفيع طوال هذه الفترة هي هو فكرة تحرير العقل وفكرة إنه هو عايز يعني يكون دي البروتوكول اللي اتعمل بين أتلية الإسكندرية وأتلية القاهرة يبقى دي نواة لإنشاء قناة معبرة بشكل حقيقي عن الثقافة المصرية وعن معبرة بشكل حقيقي عن هذه الشريحة الكبيرة جدا في المجتمع اللي هي شريحة المصحفيين اللي بيتبناها أتلية القاهرة وأتلية الإسكندرية في عمل مشترك. هو بس المهم بقى دلوقتي في هذه المسألة واللي أنا أحب إن أنا يعني أتكلم بشكل مباشر مع أستاذ شفيع هو ما هي الخطوات الواجب اتخاذها بشكل عملي اللي المفروض أتلية القاهرة وأتلية الإسكندرية بشكل عملي يبدأوا في اتخاذها.